السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. آخر صورة للممثل السوري مأمون الفرخ وسط حسن الملايين، على آخر صورة له التي نشرت وأبكت كل من شاهدها وأبكت محبيه والملايين بعد مشاهدة آخر صورة نشرت للفنان والممثل السوري مأمون الفرخ. وقد فجأ الوسط الفني بخبر وفاة الممثل السوري مأمون الفرخ عن عمره ناهز 62 عاما أثر احتشاء في العضلة القلبية في مسقط رأسه بدمشق. الراحل الممثل ومخرج مسرحي من مواليد دمشق في 31 يناير 1958 وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل وقسم كلية الدراما والموسيقى، وحصل على درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا. شغل الفرخ منصب مدير المسرح القباني في دمشق سابقا ومشغل حاليا مدير مسرح الطفل والعرائس، وله عدة دراسات في هذا المجال مثل سيكولوجيا اللعب عند الطفل والنص الموجة للطفل. شارك مأمون الفرخ في أكثر من 50 مسلسل دراميا، كان آخرها الجزء العاشر مسلسل باب الحارة بشخصية أبو نقاشة، ومن أعماله أيضا أبو كامل، يوميات مدير عام العبابيد، بطل من هذا الزمن الخوالي، ليالي يا صليحة، حاجز الصمت، بكرة أحلى، الانتظار، تخت شرقي، الدبور، بواب الريح، الندم، وردة شامية، مسافة أمان، حسن الملايين على آخر صورة لها رحمه الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.